تلك ما وقع من بعض العلماء حتى من بدع هي أخف من هذا الذي يركبه علماؤكم وهذا الذي يفعله علماؤكم. تريدون من الأمة أن تسير وراء هؤلاء حتى يعبدون الحاكم، والحاكم عابد لأمريكا ولترامب ولعرشه. سبحان الله، تطلع لك النتيجة نحن نعبد أمريكا ونعبد ترامب. هذا ما يريده بعض المشايخ ممن جعلوا أئمة لنا، حتى إن الآن أن بعض قادة اليهود لما يطلعوا أهل غزة ويعني يصدوا يقتربون من الحدود مع اليهود ويحاولوا أن يدفعوهم وأن يعني ينغصوا عليهم حالهم، يطلعوا مشايخ ضباط اليهود، وهذا موجود راو، يقول لكم إيه، مش قال لكم الشيخ فلان ممنوع التظاهر، والشيخ مش عارف من هو والشيخ كذا. سبحان الله. نعم. انظر. نعم. انظر. فالمسألة قد بعض العلماء يكونوا على اتفاق مع اليهود، قد بعد، لأن قد يكون غافلا، لكنه يعمل ما يرضي اليهود من حيث يدري أو لا يدري.